السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ عساكم طيبين، معكم صالح أوبلز. قبل ما نبدأ المقطع، السناب كود حقي هنا ظاهر قدامكم، صور الشاشة وضيفني على السناب شات أو اضغط الرابط تحت في الديسكريبشن وتجيني الإضافة على طول. جايب لكم اليوم فلوج، طبعا مو بعادتي أصور فلوجات، وشيء جديد عني إني أصور فلوجات لأني ما قد صورت، وتشوفون الجودة أبو كلب والألوان خايسة والإضاءة أخيس وأخيس، فسلكوني ما في اي مشكله. اذا تبوني اصور فلوجات في الايام الجايه ما عندي اي مشكله. الفلوج هذا عباره عن تجميع للبي سي حقي من يوم طلعت من البيت لين وصلت محل الكمبيوترات وكيف ركبنا البي سي وجمعناه. بتشوفون لقطات، يعني ما بتشوفون فلوج كامل عشان ما يكون طويل يطفشكم وتكرهون ام القناه وديسلايك ديسلايك ديسلايك ديسلايك، ما ينفع. وبس زي ما قلت لكم، تجاهلوا اي اخطاء بتشوفونها في الفلوج، وبس اخليكم مع المقطع. طبعا زي ما قلت لكم، البي سي اللي عندي جدا عادي عادي لابعد الحدود. شوفوا اللي عندي شيء كويس فيه ممكن الكرت الشاشه بس، اللي هو الاسوس مدري اسوس مدري ايش يسمونه 1060 3 جيجا، وعندي المعالج i5 كور انتل كور i5 4000 او 3000 وحاجه، معالج عادي جدا يعني معالج ابو كلب، وعندي 8 جيجا رام بس، والمذر بورد ابو كلب لابعد الحدود، وعندي هارد ديسك هنا لو تشوفونه. لا مو بهنا، وين هارد ديسك حقي؟ اي شوفوا فوق، الا هذا هو، اتوقع ان هذا اذا ما خاب ظني. فاللي راح نغير اليوم ان شاء الله، الكرت الشاشه راح يبقى زي ما هو، بنغير السي بي يو او المعالج، وراح نضيف رام او راح نغير الاثنين نخليهم 16، وراح نركب اس اس دي، وبرضه نخلي الهارد ديسك هذا. الباور سبلاي اتوقع اني ما راح اضطر اني اغيره، وان شاء الله اني ما راح اغيره لان مطفرين صراحه. بالنسبه للكيس، الكيس ابو كلب او شو يسمونه ذا اللي هو حق الكمبيوتر، ابو كلب جدا. بشوف اذا كفت الفلوس اللي معي راح اغير ان شاء الله. وبسم الله طلعنا. اوكي، وركبنا الحب هنا يا شنب. طبعا نربط له الحزام عشان ما يطيح وكذا، تعرفون السلامه اولا. والملابس دي بنقطع بعد شيء المغسله. وبسم الله لنبدا الرحله. وبننزل ان شاء الله بعد شوي مع بعض، ونشوف ايش الاغراض اللي راح نحتاجها، وايش الاغراض اللي بنغيرها، وايش الاشياء اللي بنخليها او بنبيعها حتى. فبسم الله ليتس جو. اوكي، وصلنا المحل، وهذا البي سي حقي زي ما انتم شايفين هنا، وهذه كل الاغراض اللي تشوفونها. طبعا المحل خرافي، هذا موجود في الخبر في محل اسمه ابراج الدوسري، او مبنى كامل اسمه ابراج الدوسري، عندهم كل شيء. شوفها حتى عندهم هذا يا شيخ، لو عندي فلوس شريته بس مطفرين. وعندهم جميع الماوسات اللي تبغونها. دقيقة خلوني أوريكم، سماعات، ماوس، كيبورد، شاشات، حتى عندهم الشاشات هذه حقت الجيمنج، عندهم كل شيء. عندهم حتى كيسز، أي شيء تبغى، أي نوع، أي شيء، حتى يقدرون يجيبون لك من برا وكذا. فبسم الله خلونا نجمع الجهاز حقنا. طبعا للي ما يعرف، كرت الشاشة هذا اللي عندي اللي تشوفونه الأبيض هو هذا اللي هنا، هذا كرت الشاشة حقي، بس هذا 1070 إذا تشوفون بالأصفر 1070، أنا اللي عندي 1060، أقل من هذا بشوي، وما أدري أشوفه موجود. إي هذا هو، هذا هو حقي، هذا هو بالضبط نفس اللي عندي بالضبط، حتى يدعم الفي آر أتوقع. و بسم الله نستعد لتجهيز الوحش اللي هنا. طيب، وجمعنا القطع هنا موجودة، هذا المذر بورد، طبعا كلها قطع عادية أو متوسطة حتى ما هي باحترافية مرة. هنا الـ SSD، هنا الرام تقريبا 16 جيجا اثنين، هنا الـ i7 6700، وهذا كرت الشاشة اللي عندي من أول فكيناه، وهذا البي سي القديم وراح أبيعه وتخلص منه. وشوف الكيس يا حبيبي، هذا الكيس الجديد، ما أدري شنو، أبو كلب الزبدة يمشي الحال يعني. أبد. وبنبدأ نركب القطعة إن شاء الله بعد شوي. أنا ودي إني أركبها في البيت بس مشوار، لأن في أشياء ما أعرف لها، اللي كيف أنقل مثلا الهارد ديسك على الـ SSD وكذا، لأن أنا كنت أتعامل هارد ديسك في الجهاز القديم وبس. طبعا صار في شوية تعديلات في الخطة،
شريت القطعة هذه اسمها M.2، أسرع قطعة هي بدال الهارد ديسك وبدال SSD. طبعا سرعتها تقريبا 3000، ما أدري هنا إيه هذه هنا، ممكن زي فوكس أوكي تشوفونها 3000 سرعتها، وخرافية مرة. بس مشكلتها حجمها 120 بس، أنا بخلي فيها السيستم حاليا وبعدين بستفيد، بعدين بشتري لي قطعة إن شاء الله بركب، وعندي الكولر هذا حق السي بي يو، وبس هذا التعديل اللي صار. طبعا رجعت الاس اس دي وخدت الام دوت 2 ويب هذا شغال على الكيس، هذا اللون ما ادري شبه في الحياه بس ما مو مشكله نغيرها بعدين. الكيس اشوفه كويس، ايش رايكم تشوفون الكيس كويس ولا لا؟ وعليه هذا المذر بورد، طبعا المذر بورد فيه احمر واسود، وهذا اللون ان شاء الله حق السيت اب حقي. وين مكان الام دوت 2؟ هنا تنشبك الام دوت 2، القطعه اللي قلت لكم قبل شوي اللي بدلنا فيها هذه، القطعه هذه تشبك هنا، تشبك في المكان هذا هنا. سوي فوكس يا اخي شيء بطيء وبس.